ما يقدمه الصينيون اليوم يا سيد علاء لم يقدمه أحدا من قبلهم في ظل ظروف العراق الحالية. أنا معك، أنا معك، وأقول لكن أنه هل يعني العراق عندما يتوجه إلى الصين هل يغضب الولايات المتحدة أم لا؟ وهل ما حدث في السعودية أغضب الولايات المتحدة أم لا؟ بالتأكيد الولايات المتحدة تنظر إلى توسع النفوذ الصيني بريبة وحذر وكذلك بقلق، وهي ما أكده حقيقة مستشار الأمن القومي الأمريكي حينما ذكر بالاتفاقية الأمنية بين السعودية وبين العراق، الاتفاقيات الأمنية في الشرق الأوسط، وخصوصا أشار إلى السعودية الاتفاقية الأمنية السعودية الأمريكية والاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، مما يعني يحلله حقيقة الكثير من متابعي هذا الشأن بأن هناك تحذير أمريكي من هذا التقارب. إن لم يكن هناك مشاورات مسبقة ويجب أن تكون هناك تفاصيل في قضية التقارب مع الصين. يعني التقارب مع الصين ليس بهذه السهولة الذي ينظر إليها البعض، لأن هناك معرقلات وهناك تحديات، هناك كثير من المشاكل التي تواجه العراق، لربما المشاكل التي تواجه العراق هي أكبر وأكثر من المشاكل التي تواجه العربية السعودية. العربية السعودية اليوم كمنظومة هي ضمن المنظومة الخليجية، وكما يعلم الجميع أن المنظومة الخليجية اليوم لديها رؤى جديدة، خصوصا بعد الحرب الأوكرانية الروسية أصبح هناك كثير من المتغيرات في العالم، فالمنظومة الخليجية توجهت إلى الصين باعتبار أن هناك عملية توازن، أرادت أن تخلق عملية توازن. هذا واحد. أيضا لا يجب حقيقة أن لا نلتفت إلى الخلافات البسيطة جدا بين السعودية وبين الولايات المتحدة. يعني العربية السعودية اليوم لديها منحى مختلف عما تنظر إليه الولايات المتحدة. أنت تعلم أن هناك يعني صفقة أسلحة أمريكية إلى السعودية والإمارات أوقفت بسبب هذا الخلاف، وبالتالي سببت امتعاض طيب سعودي كبير جدا من إيقاف هذه الصفقة. إذن علينا أن ننظر. نعم.